الطبقة الوسطى هي تقريبا عموم الموظفين وعموم المنتسبين إلى أجهزة الدولة، وكذلك الحرفيين وصغار الصناعيين والفلاحين إلى غير ذلك. ولكن الدولة التونسية ما أن اكتفت بحاجيتها من الخبرات، بدأ يظهر هذا العجز في استيعاب كل هؤلاء المتخرجين من المدارس والجامعات. هذه نقطة أولى، ونحن نتحدث عن التغيرات التي مست الطبقة الوسطى، وهي مسألة العطالة ومسألة البطالة إلى غير ذلك. من النقاط الأخرى أيضا أنه مسألة توزيع الثروة في البلاد التونسية كيف كان له الأثر البالغ على مسألة على وضعية الطبقات الوسطى. كنا قد رأينا أن نخبة التحديث بزعامة بورقيبة فيما بعد الاستقلال وجهت زهاء 90% من ميزانية الدولة إلى منطقة الساحل والشمال وصفاقس، وهذا بالتالي سيفرز تدريجيا تكون ما يسمى بالفئات الهامشية أو الفئات المحرومة من ثروة الدولة. وعليه يخطئ من يقول أنه نستعمل نفس مؤشر الطبقة الوسطى بين هذه الجهات بنفس الفهم وبالتالي نفس المقاييس. ما يلزمش ناخذ معناها بشيء من التساهل فكرة ما يسمى بتراجع أو تقلص الطبقة الوسطى. معناها علاش؟ لأنه اللهم أن صدقنا أن الطبقة الوسطى كانت 80%، إذا صدقنا أن الطبقة الوسطى كانت 80% فقط بيان سور ما. دونك سوسيتي إنما أنا نلاحظ ثم زوز ظواهر يهمني، خاطر ما عندناش أرقام. عندنا ظاهرة تتمثل في بروز طبقات ما يسمى طبقات وسطى مترفة ومرفهة وتتمتع بمداخيل عالية وبمستوى حياة عالي جدا. ثم أيضا محامين، ثم ديزارشيتكت، مهندسين معماريين، ثم ديزيكسبر كونتابل، وثم ثروات، وثم ناس من هذول بما فهم الأطباء كونوا ثروات طائلة وبنوا مؤسسات. بالنسبة للأطباء مثلا مساحات 40 50 60 مليار صح لها مانيش واخدين، ولكن ثم مشكل كبير بالنسبة لهذول أنهم لا يتحملون في الغالب واجبهم الجبائي ولا يريدون أن يتحملوا واجبهم الجبائي. ونعرفوا اللي حكومة الشاهد اصطدمت بالناس هذولا بعد ما اصطدمت بهم بعد ما اصطدم بهم منصور معلا في عام 83، ما نجمتهمش الدولة لا في الثمانينات لا في عهد بن علي لا تو. من مشاكل الطبقة الوسطى أيضا هو كذلك عملية التأقلم مع المستجدات الدولية والمستجدات المحلية. خذ مثالا على ذلك مثلا مسألة الخوصصة. مسألة الخوصصة ونسمع بين الفينة والأخرى بتسريح آلاف العمال وكذلك التفويت في بعض المؤسسات العامة التابعة للدولة إلى المؤسسات الخاصة. كذلك التحولات الدولية، نحن اليوم نعيش وضع اقتصادي دولي صعب، هذا حتما سيمس كل الدول. أعطيك مثال حتى لا يبقى كلامي نظري، لما حدثت الأزمة العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية 2008 فإن ذلك أثر تقريبا في كل اقتصاديات العالم. يعني لو نأخذ اليوم مثلا ما يحدث في العالم العربي من موجات حركات اجتماعية أو سميها كما شئت ثورات، يعني فوضى خلاقة إلى غير ذلك، يعني كل هذا يؤثر أيضا على هذه الطبقات. ثم أولا باش يبرز مشكل هو أنه في صلب الطبقة الوسطى أو الطبقة الوسطى ثم انقسام بين الطبقتين، بين اللي أثروا وقاعدين يثروا ويستفيدوا وبين المتضررين، وأحيانا المتضررين منهم هم أما من المنظومة ككل منهم هذا. دونك ثم مهم الانقسام هذا. اثنين أني القاعدة هذه لباز تاع بيراميد بالفعل قاعدة تتوسع في ظل ما جرى بعد الثورة من تدهور في المنطقة الشرائية. راهو يعني تقريبا تدهور يعني اللي ابتلعته زيادات الأسعار وكلفة المعيشة قد اللي يحصل من زيادات في الأجور أو أكثر. الطبقة الوسطى بدأت تعبر عن الضيم الذي تعيشه وعن
بعض الظروف المعيشية الصعبة ودائما تحمل الدولة المسؤولية. نزعتها المحافظة وخوفها الشديد على مصالحها وسعيها إلى ضمان أن أبنائها يتمتعون على الأقل بالحد الذي تمتعت به هي، هذا يجعلها ميالة إلى مقاومة التغييرات العنيفة، وبالتالي طبعا الطبقة الوسطى في تونس هي في حالة مقاومة، ولكنها مقاومة تميل إلى السلبية، تنزع إلى السلبية بحكم أنها تأخذ موقف أقل جزء منها، طبعا لا يمكن التعميمة، ولكن جزء منها يأخذ موقف سلبي، يأخذ موقف العزوف من الفعل السياسي، وهو شكل من المقاومة للطبقة السياسية التي تعتبرها الطبقة الوسطى غير مؤهلة للحفاظ على مصالحها.